بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فهذه يا أحبتي قراءة متواصلة في مجالس كتاب لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف للحافظ الفقيه المجتهد ابن رجب الحنبلي رضي الله رحمه الله تعالى. وكنا قد شرعنا أو قرأنا على مدار الأربعة الأيام الماضية أربعة مجالس، وكان آخر مجلس وهو المجلس الرابع الذي قرأنا فيه بالأمس ذكر فيه المؤلف أو نقل فيه المؤلف النصوص والآثار في فضل العشر الأواخر من رمضان، وأنها هذه الليالي هي التي يرجى أن يكون فيها ليلة القدر. ولعلك لاحظت أنه في المجلس الذي يسبقه قد بدأ بذكر الآثار أو نقل الآثار فيما ورد عن الصحابة وعن السلف رحمهم الله تعالى في أن ليلة القدر تأتي بعد في النصف الأخير من شهر رمضان، أي يبدأ من يوم 15 من رمضان، ثم خصص ذلك بالعشر الأواخر بالأمس. ثم في مجلسنا اليوم ذكر أو عنون لهذا المجلس الخامس في ذكر السبع الأواخر من رمضان، وكأنه بدأ بالأعم ثم الأخص ثم الأخص. فمجلسنا اليوم هو المجلس الخامس، ما ورد من النصوص والأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم في أن السبع الأواخر من رمضان هي أكثر ما يرجى أن يرى فيها أو أن يوافق فيها ليلة القدر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمصنف وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الإمام الحافظ زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد الدمشقي البغدادي المعروف بابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في مصنفه لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف في وظائف شهر رمضان المعظم، المجلس الخامس في ذكر السبع الأواخر من رمضان. ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. وفي صحيح مسلم عنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: التمسوها في العشر الأواخر، فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن على السبع البواقي. قد ذكرنا فيما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في شهر رمضان على طلب ليلة القدر، وأنه اعتكف مرة العشر الأول منه ثم طلبها، فاعتكف بعد ذلك العشر الأوسط في طلبها، وأن ذلك تكرر منه غير مرة، ثم استقر أمره على اعتكاف العشر الأواخر في طلبها وأمر بطلبها فيه. بارك الله فيك. ولعل من هذين الحديثين الصحيحين اللذان وردا في صحيح البخاري ومسلم يتبين أن أكثر أو أشد ما يتحرى فيه ليلة القدر هي السبع الأواخر من رمضان، كما جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجالاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر،
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. بالإضافة إلى ما سبق من النقول في المجالس السابقة من النقول والآثار الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة أن ليلة القدر أحيانا كما ورد عن بعض السلف ربما كانت في يوم من أيام رمضان غير العشر الأواخر كما ورد، ثم جاء ما يخصصها أنها ربما كانت في النصف الأخير من شهر رمضان. وقلنا أن أكثر ما يتحرى فيها كما نقل عن بعض الصحابة وعن بعض السلف أنها ليلة السابعة عشر من رمضان وليلة التاسعة عشر من رمضان. ثم جاءت الأحاديث والآثار الصحيحة أيضا أنها في العشر الأواخر، وهذا الذي سقناه في مجلس أمس، ثم في مجلس اليوم خصصها أو جاء بالأحاديث التي خصصتها أكثر، فنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها في السبع الأواخر. هل ثمة تناقض بين هذه الأحاديث؟ نقول لا تناقض، لكن هذه من حكمة الشريعة أن الله عز وجل قد أخفى ليلها أو أخفى يعني معرفتها حتى يجتهد العباد في حتى يجتهد الخلق في العبادة والصلاة والقيام. لذلك لا معنى يعني لما يفعله كثير من المسلمين أنهم يخصصون ليلة واحدة هي الليلة 27، ولعلكم ترون ذلك، ترون ما يقع في الحرم وغيره، فيخصصون هذه الليلة دون غيره. ومن أدراك؟ ومن الذي أخبرك أنها في هذه الليلة؟ وربما فاتك خير عظيم إذ قد فاتتك الأيام السابقة من القيام والصلاة والذكر وقراءة القرآن. نعم ربما وافق ليلة 27، لكن أن يستقر في أذهان المسلمين أنها في ليلة 27 دون غيرها، فيأخذون ببعض النصوص التي وردت، ولا شك أنه قد ورد في ذلك، ثم يغفلون عن كثير من الأحاديث والآثار الصحيحة عنه صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه أن هذه الليلة تتحرى في العشر الأواخر، بل وفي النصف الأخير من رمضان وفي السبع الأواخر من شهر رمضان. ثم ساق المؤلف بعد ذلك نقولا وآثارا وأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم حتى جاء إلى موضع وهو اختلاف أهل العلم في تحديد ليلة القدر، حتى أن بعض الأئمة وبعض العلماء أوصلها إلى 25 قولا، أكثر من 25 قول في ليلة القدر. ثم ساقها المؤلف فقال: وقد اختلف الناس. قال رحمه الله تعالى: وقد اختلف الناس في ليلة القدر اختلافا كثيرا، فحكي عن بعضهم أنها رفعت، وحديث أبي ذر رضي الله عنه يرد ذلك، وروي عن محمد بن الحنفية أنها في كل سبع سنين مرة، وفي إسناده ضعف، وروي أنها في كل السنة، حكي عن ابن مسعود وطائفة من الكوفيين، وروي عن أبي حنيفة، وقال الجمهور هي في رمضان كل سنة، ثم منهم من قال هي في الشهر كله، وحكي عن بعض المتقدمين أنها أول ليلة منه، وقال الطائفة هي في النصف الثاني منه، وقد حكي عن أبي يوسف ومحمد رحمهم الله، وقد تقدم قول من قال إنها ليلة بدر على اختلافهم هل هي ليلة 17 أو 19، وقال الجمهور هي منحصرة في العشر الأواخر، واختلفوا في أي ليالي العشر أرجاء، فحكي عن الحسن ومالك أنها تطلب في جميع ليالي العشر أشفاعه وأوتاره، ورجحه بعض أصحابنا، وقال: لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم التمسوها في تاسعة تبقى أو سابعة تبقى أو خامسة تبقى، إن حملناه على تقدير كمال الشهر كانت أشفاعا، وإن حملناه على ما يبقى منه حقيقة
كان الأمر موقوفا على كمال الشهر فلا يعلم قبله، وإن كان تاما فإن كان تاما كانت الليالي المأمور بطلبها أشفاعا، وإن كان ناقصا كانت أوتارا. فيوجب ذلك الاجتهاد في القيام في كلا الليلتين الشفع منها والوتر. طيب بارك الله فيك. إذن ذكرها هنا، قال اختلف أهل العلم في ليلة القدر اختلافا كثيرا. لذلك نكرر، لا معنى لتحديدها بليلة معينة، وهو ما يفعله كثير من الناس أنها ليلة 27، حسبك أن هذه الأمة، أن علماء الأمة اختلفوا في تحديدها. وشذت بعض الأقوال حتى أن بعضهم قيل بل رفعت، يعني إنما وقعت ليلة القدر مرة واحدة في حياته صلى الله عليه وسلم ثم رفعت بعد ذلك وما بقي. وهذا قول شاذ، وينسب هذا إلى بعض الشيعة. لذلك قال المؤلف وحديث أبي ذر، بل النصوص والآثار تردها. وروي عن محمد بن الحنفية أنها في كل 7 سنين مرة. وما روي عن محمد بن الحنفية قال المؤلف في إسناده ضعف، بمعنى ما روي عنه ضعيف ولا يصح. وعن بعضهم أنها في كل السنة، يعني بمعنى من أراد أن يتحراها يتحراها في جميع السنة وليست مخصصة بشهر رمضان. وهذا منقول عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وعن طائفة من الحنفية، قالوا ليلة القدر ترجى في يوم من في ليلة من ليالي العام كله. لذلك كما أسلفنا، كما نقل المؤلف يعني في المجلس، لعله في المجلس الثالث، إن نذر، قال إن نذر أن يقوم ليلة القدر، إذا نذر فإذا جاء فاستفتى حنفيا أو بعض حنفاء علماء الحنفية، قال له يجب عليك أن تقوم العام كله، لأن ليلة القدر تكون في العام في إحدى ليالي العام كله. لكن جمهور أهل العلم قالوا هي في رمضان، قطعوا بأنها في رمضان، ثم اختلفوا على الوجه السابق ولخصه المؤلف هاهنا. منهم من قال أنها ربما كانت في أول رمضان، وبعضهم قال أنها في أوسط رمضان أو في الجزء الأخير أو في النصف الأخير من رمضان، في ليلة 17 من رمضان أو ليلة 19 من رمضان. قال وقد تقدم وهي منحصرة في العشر الأواخر، واختلفوا في أي ليالي العشر أي أرجى، وجمهور أهل العلم على أنها في العشر الأواخر، لكن أي ليلة هي أرجى؟ فحكي عن الحسن ومالك أنها تطلب في جميع ليالي العشر أشفاعه وأوتاره، لا في الوتر فقط بل وأشفاعه وأوتاره. قال ورجحه بعض أصحابنا، وأظنه يقصد بذلك ابن تيمية، فإنه صاحب هذا القول، قال ليلة القدر، وهذا منقول عن الإمام مالك والحسن، قال ليلة القدر ترجى في الأشفاع والأوتار. وعللوا ذلك بقولهم لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم التمسوها في 9 تبقى أو 7 تبقى أو 5 تبقى، إن حملنا على تقدير كمال الشهر كانت أشفاعا. إذا قلنا 5 تبقى، فإذا كان الشهر كاملا معنى ذلك أنها ليلة شفع لا ليلة وتر، لأن أحيانا شهر رمضان يأتي كاملا فيكون 30 يوما. فإذا قال النبي 9 تبقى أو 7 تبقى أو 5 تبقى، إذا كان الشهر كاملا معنى ذلك أنها ليلة شفع لا ليلة وتر. لذلك رجح طائفة من أهل العلم قالوا لا، ليست مخصصة بالوتر، نعم هي أرجى أن تكون في ليلة وتر، لكنها قد تأتي في الأشفاع من الليالي. وربما هذا يؤيده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد فيها كلها، كان يجتهد في الليالي كلها أي العشر الأواخر، وما كان يخصص ليلة وتر عن غيرها. فلذلك يحرص المؤمن، وهذا قول معتمر،
حسبك أن الإمام مالك قال به وطائفة من الحنابل والحسن البصري حسبك به. فلذلك المرء يقول يحسب في حسابه بناء على هذا الدليل وعلى هذا الحديث أن ليلة القدر قد تأتي في ليلة شفع لا في ليلة وتر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال الأكثرون: بل بعض لياليه أرجى من بعض، وقالوا: الأوتار أرجى في الجملة. ثم اختلفوا في أي أوتاره أرجى، فمنهم من قال ليلة 21، وهو المشهور عن الشافعي لحديث أبي سعيد الخدري، وقد ذكرناه فيما سبق، وحكي عنه أنها تطلب ليلة 21 و23. قال: في القديم كأني رأيت والله أعلم أقوى الأحاديث فيه ليلة 21 وليلة 23، وقد جاء في ليلة 17 وليلة 24 وليلة 27. انتهى. وروي عن علي وابن مسعود أنها تطلب ليلة 21 و23. وحكي للشافعي قول آخر أن أرجاها ليلة 23، وهذا قول أهل المدينة، وحكاه سفيان الثوري عن أهل مكة والمدينة. وممن روي عنه أنه كان يوقظ أهله فيها ابن عباس وعائشة، وهو قول مكحول. بارك الله فيك. ثم ذكر قول الأكثرين أنها ترجى في ليالي الوتر، أن أرجى ما يكون ليلة القدر أن تكون في ليالي الوتر. ثم نقل عن بعض الأئمة، منهم الإمام الشافعي، فقال: فمنهم من قال ليلة 21، وهذا هو المشهور عن الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه لحديث أبي سعيد الخدري، وقد ذكرناه فيما سبق. وحكي عن الشافعي أنها تطلب ليلة 21 و23. قال: في القديم، وإذا قال يعني إذا قيل أو نقل عن الإمام الشافعي في القديم بمعنى مذهبه القديم الذي كان في العراق، وهذه فائدة نسوقها، لأن للإمام الشافعي مذهبين: مذهب قديم كان قال به في العراق، ثم المذهب الجديد الذي قال به في مصر بعد أن انتقل إلى مصر. والمعتمد عند الشافعية هو المذهب الجديد، عدا 14 مسألة كانوا يستقرون ويأخذون بها في القديم. قال الشافعي: في القديم كأني رأيت والله أعلم أقوى الأحاديث فيه ليلة 21 وليلة 23. كأن الإمام الشافعي قال: مع تتبعي واستقرائي وجدت أن أرجى ما يكون هي ليلة 21 و23. قال: وهي التي مات فيها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقد جاء في ليلة 17 وليلة 24 وليلة 27. انتهى كلامه. قال: وحكي للشافعي قول آخر إن أرجاها ليلة 23، وهذا قول أهل المدينة، وإذا قيل يعني قول أهل المدينة بمعنى هو قول مالك وأصحابه، أنها أرجى ما تكون هي ليلة 23. قال: وحكاه سفيان الثوري عن أهل مكة والمدينة. وممن روي عنه أنه كان يوقظ أهله فيها ابن عباس وعائشة، وهو قول مكحول، بمعنى أنهم كانوا يتحرون ليلة 23 فيوقظون أهلهم فيها. ثم ساق المؤلف أدلة أخرى أيضا، أو نصوص أخرى، أن أرجى ما تكون هي ليلة 25، وربما قيل ليلة 27 إلى غير ذلك. لكن حسبنا أن نسوق هذا الخلاف الكبير بين أهل العلم، فيتبين بذلك أن الله تعالى لحكمة أرادها أن يخفي هذه الليلة وألا يطلع أحدا من خلقه عليها عينا، بل إن الصحيح من أقوال أهل العلم أن هذه الليالي تنتقل، بمعنى هذه السنة ليلة 21، السنة القادمة ربما تكون ليلة 27، التي يليها ربما كانت ليلة 25،
وهذا مما يحملنا على أن ننبه الناس أيضا. ما الذي يحملك على اعتقاد أن ليلة القدر هي كل عام هي ليلة 27؟ أولا يعني مخالفة النصوص، بمعنى أنك أهملت بقية النصوص التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أنه ذكر أن هذه الليلة ترجى في الأوتار وترجى في العشر الأواخر من رمضان، أهملت هذه الأحاديث وأهملت هذه النصوص حين قيدت العمل الصالح والقيامة والقيامة والذكرى في هذه الليلة دون غيرها. ثم إن الصحيح من أقوال أهل العلم أيضا أن هذه الليلة تنتقل كل عام من يوم ليلة إلى ليلة أخرى، يعني بمعنى ليست معينة في كل عام، وإن قال به بعض أهل العلم أنها معينة، بمعنى أنها في ليلة معينة في كل عام، إذا قيل ليلة 23 فهي ليلة 23 في كل عام، لكنه قول مرجوح. جمهور أهل العلم على أنها تنتقل في كل عام من ليلة إلى أخرى. ثم ذكر كما أسلفنا، ذكر الأدلة وساق النصوص ونحو ذلك، لكن قبل أن نستطرد أيضا في الأذكار والعبادات التي ينبغي للمؤمن أن يتقرب بها إلى الله عز وجل في هذه الليلة، نسوق هذه اللطائف في الاستدلال والاستشهاد على ليلة القدر. طبعا كل إمام إذا استدل، يعني كما نقلنا قبل قليل على الإمام الشافعي قال: والله أعلم، من تتبعي للنصوص وجدت أن أرجى ليلة، يعني أن تكون هي ليلة القدر هي ليلة 23، بمعنى قرأ وتتبع النصوص. لكن بعض الأئمة أراد أن يستنبط، فذكر المؤلف أو نقل المؤلف علي بن عطية المفسر هذه اللطيفة، قال: وقد استنبط بعض المتأخرين من القرآن أنها ليلة 27 من موضعين في كتاب الله عز وجل. وإذا قيل بعض المتأخرين يعني بمعنى هذا ذكره ابن عطية، بمعنى ليس هؤلاء من الأئمة المتقدمين كمالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة، إنما هم من المتأخرين. فاستدل واستنبط من موضعين في كتاب الله عز وجل أنها ليلة 27. الموضع الأول قال أن الله تعالى كرر ذكر ليلة القدر في سورة القدر في 3 مواضع، منها: وليلة القدر حروفها 9 حروف، والتسع إذا ضربت في 3 فهي 27. قال: ليلة القدر ذكرت في 3 مواضع في كتاب الله عز وجل، أو كررت ثلاث مرات في كتاب الله عز وجل. طيب اضرب وعددها 7، وحروفها 9، اضرب 3 في 9، قال هذه 27، فتكون ليلة القدر ليلة 27. هذا استنباط. ثم الاستنباط الآخر والثاني أنه قال: سلام هي حتى مطلع الفجر. فكلمة هي الكلمة 27 من السورة: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر. فقال سلام هي، فكلمة هي، قال هي الكلمة 27 من السورة. إذا تتبعت الكلمات في هذه السورة وجدت سلام هي الكلمة 27، فعلى ذلك تكون ليلة القدر هي ليلة 27. قال: فإن كلماتها 30 كلمة. قال ابن عطية: هذا من ملح التفسير لا من متين العلم، يعني بمعنى نأخذها كملحة ولطيفة من اللطائف، لكنها لا تقوم على أساس متين من الاستنباط. لذلك أيده ابن رجب قال: وهو كما قال، يعني بمعنى هذا الاستنباط يعني يذكر كملح ولطائف من لطائف المفسرين ولطائف الاستنباط، لكنه لا يقوم على أساس متين.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما العمل في ليلة القدر فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. وقيامها إنما هو إحياؤها بالتهجد فيها، إحياؤها بالتهجد فيها والصلاة. وقد أمر عائشة بالدعاء فيها أيضا. قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: الدعاء في تلك الليلة أحب إلي من الصلاة. قال: وإذا كان يقرأ وهو يدعو ويرغب إلى الله في الدعاء والمسألة لعله يوافق. انتهى. ومراده أن كثرة الدعاء أفضل من الصلاة التي لا يكثر فيها الدعاء، وإن قرأ ودعا كان حسنا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتهجد في ليالي رمضان ويقرأ قراءة مرتلة، لا يمر بآية فيها رحمة إلا سأل، ولا بآية فيها عذاب إلا تعوذ. فيجمع بين الصلاة والقراءة والدعاء والتفكر، وهذا أفضل الأعمال وأكملها في ليالي العشر وغيرها، والله أعلم. طيب، لعلنا شيخ أسامة ننتقل إلى يعني الأعمال، ذكر ذلك في آخر المجلس الخامس، عن الأعمال التي ينبغي للمؤمن أن يحرص عليها في ليلة القدر. قال: وأما العمل في ليلة القدر فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قام ليلة القدر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد قال الشعبي: في ليلة القدر ليلها كنهارها. وقد قال الشافعي في القديم: أستحب أن يكون اجتهاده في نهارها كاجتهاده في ليلها. وهذا يقتضي استحباب الاجتهاد في جميع زمان العشر الأواخر، ليله ونهاره، والله أعلم. المحبون تطول عليهم الليالي فيعدونها عداً لانتظار ليالي العشر، لانتظار ليالي العشر في كل عام. فإذا ظفروا بها نالوا مطلوبهم وخدموا محبوبهم. قد مزق الحب قميص الصبر، وقد غدوت حائراً في أمري، آه على تلك الليالي الغر، ما كنا إلا كليالي القدر. إن عدنا لي من بعد هذا الهجر، وفيت لله بكل نذر، وقام بالحمد خطيب شكري. رياح هذه الأسحار تحمل أنين المذنبين وأنفاس المحبين وقصص التائبين. ثم تعود برد الجواب بلا كتاب: أعلمتم أن النسيم إذا سرى حمل الحديث إلى الحبيب كما جرى؟ جهل العذول بأني في حبهم، سهر الدجى عندي ألذ من الكراء. فإذا ورد برد السحر يحمل ملطفات الألطاف لم يفهمها غير من كتبت إليه، ولا يعقلها إلا كل مشتاق. نسيم صبا نجد متى جئت حاملا، تحيتهم فطوي الحديث عن الركب. ولا تذع السر المصون، فإنني أغار على ذكر الأحبة من صحبي. يا يعقوب الهجر قد هبت ريح يوسف الوصل. فلو استنشقت لعدت بعد العمى بصيرا، ولا وجدت ما كنت لفقده فقيرا. كان لي قلب أعيش به، ضاع مني في تقلبه. رب ربي فردده علي، فقد عيل صبري في تطلبه. ربي فردده علي فقد عيل صبري في تطلبه. وأغث ما دام بي رمق يا غياث المستغيث به. لو قام المذنبون في هذه الأسحار على أقدام الانكسار، ورفعوا قصص الاعتذار،
مضمونها: يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، وجئنا ببضاعة مزجات فأوف لنا الكيل وتصدق علينا، لبرز لهم التوقيع عليها: لا تثريب عليكم، اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. أشكو إلى الله كما قد شكا أولاد يعقوب إلى يوسف: قد مسني الضر وأنت الذي تعلم حالي وترى موقفي، بضاعة المزجات محتاجة إلى سماح من كريم وفي، فقد أتى المسكين مستمطرا جودك فارحم ذله واعطفي، فأوف كيلي وتصدق علي هذا المقل، فأوف كيلي وتصدق على هذا المقل البائس الأضعف. قالت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن وافقت ليلة رأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. لذلك فليكن هجيراك في هذه الليالي المباركة هذا الدعاء الصحيح الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، واستفتته عائشة قالت: ما أقول يا رسول الله؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. اجعل هذا، الهج به ليل نهار في العشر الأواخر، فلعل الله عز وجل أن يستجيب. نعم. قال رحمه الله: العفو من أسماء الله تعالى، وهو المتجاوز عن سيئات عباده، الماحي لآثارها عنهم، وهو يحب العفو ويحب أن يعفو عن عباده، ويحب من عباده أن يعفو بعضهم عن بعض، فإذا عفا بعضهم عن بعض عاملهم بعفوه، وعفوه أحب إليه من عقوبته. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعوذ برضاك من سخطك وعفوك من عقوبتك. قال يحيى بن معاذ: لو لم يكن العفو أحب الأشياء إليه لم يبتلي بالذنب أكرم الناس عليه. يشير إلى أنه ابتلى كثيراً من أوليائه وأحبابه بشيء من الذنوب ليعاملهم بالعفو، فهو سبحانه يحب العفو. قال بعض السلف الصالح: لو علمت أحب الأعمال إلى الله لأجهدت نفسي فيه. فرأى قائلاً يقول له في منامه: إنك تريد ما لا يكون، إن الله يحب أن يعفو ويغفر. وإنما أحب أن يعفو ليكون العباد كلهم تحت عفوه، ولا يدل عليه أحد منهم بعمل، وقد جاء في حديث ابن عباس مرفوعا: إن الله ينظر ليلة القدر إلى المؤمنين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيعفو عنهم ويرحمهم إلا أربعة: مدمن خمر وعاقا ومشاحنا وقاطع رحم. لما عرف العارفون جلاله خضعوا، ولما سمع المذنبون بعفوه طمعوا. ما ثم إلا عفو الله أو النار. لولا طمع المذنبين في العفو لاحترقت قلوبهم باليأس من الرحمة، ولكن إذا ذكرت عفو الله استروحت إلى برد عفوه. كان بعض المتقدمين يقول في دعائه: اللهم إن ذنوبي قد عظمت وجلت عن الصفة، وإنها صغيرة في جنب عفوك فاعف عني. وقال آخر منهم: جرمي عظيم وعفوك كبير، فاجمع بين جرمي وعفوك يا كريم. يا كبير الذنب عفو الله من ذنبك أكبر، أكبر الأوزار في جنب عفو الله يصغر، أكبر الأوزار في جنب عفو الله يصغر. وإنما أمر بسؤال العفو في ليلة القدر
بعد الاجتهاد في الأعمال فيها وفي ليالي العشر، لأن العارفين يجتهدون في الأعمال ثم لا يرون لأنفسهم عملا صالحا ولا حالا ولا مقالا، فيرجعون إلى سؤال العفو كحال المذنب المقصر. قال يحيى بن معاذ: ليس بعارف من لم يكن غاية أمله من الله العفو. قال يحيى بن معاذ: ليس بعارف من لم يكن غاية أمله من الله العفو. إن كنت لا أصلح للقرب فشأنكم عفو عن الذنب. قال مطرف: كان مطرف رحمه الله تعالى يقول في دعائه: اللهم ارض عنا، فإن لم ترض عنا فاعف عنا. من عظمت ذنوبه في نفسه لم يطمع في الرضا، وكان غاية أمله أن يطمع في العفو. ومن كملت معرفته لم يرى نفسه إلا في هذه المنزلة. يا رب، عبدك قد أتاك وقد أساء وقد هفى، يكفيه منك حياؤه من سوء ما قد أسلفا. حمل الذنوب على الذنوب الموبقات وأسرفا، وقد استجار بذيل عفوك من عقابك ملحفا. يا ربي فاعف وعافه، يا ربي فاعف وعافه، فلأنت أولى من عفا، فلأنت أولى من عفا. بارك الله فيك وشكر الله لك يا شيخ أسامة. وبهذا نكون قد اختتمنا المجلس الخامس من هذا، من وظائف شهر رمضان هذا. والله تعالى أسأل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يبلغنا وإياكم شهر رمضان ونحن بخير وصحة وعافية وإيمان، وأن يعيننا على صيامه وقيامه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.